مرحبا رحيم، لغة فرنسية سنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 109، لاباج 109، لاباج 109، الصفحة رقم 109. أو ديبي دو لاباج، في أول صفحة، سيكسبريمي، عبر عن نفسه. طبعا المقصود به هنا التعبير، كما رأينا في المسابق، ليغ أن دوكيمون، ترجمة، قراءة، وثيقة، ولكن المقصود بها قراءة وثيقة. الأفعال تستعمل عادة كالمصدر، أما هي في اللغة الفرنسية فهي تفهم بهذه الطريقة، يعني هي ليست مصدرا لكنها تفهم بطريقة الكلام، يعني أن الناس معتادون أنهم يستعملون الأفعال بهذه الطريقة. سيكسبريمي كما نقول التعبير. سنبخنو لبخمي باراغراف. Que disent-ils pour exprimer un souhait؟ إذن ماذا يقولون من أجل التعبير؟ لاحظ هنا exprimer وليس s'exprimer. هنا كما نقول أنهم يعبرون شيئا، المقصود أنهم يعبرون عن شيء. هنا عندنا exprimer un souhait، عبر أمنية، عبر أمنية، المقصود أنه يعبر عن أمنية. إذن que disent-ils pour exprimer un souhait؟ ماذا يقولون من أجل التعبير عن أمنية؟ ماذا يتمنون بمعنى آخر؟ Que disent-ils pour exprimer un souhait؟ Sur la première image, on a une femme qui parle à un homme. On a une femme qui parle à un homme. Sur la première image, nous voyons une femme qui parle à un homme. Est-ce qu'elle veut aller à un mosquée? Est-ce qu'elle veut visiter un mosquée? Ou bien, est-ce qu'elle veut construire un mosquée? Est-ce qu'elle veut faire la prière dans un mosquée? Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme souhait pour cette femme? إذن ماذا يمكن أن نقترح كتمني لهذه المرأة؟ Est-ce qu'elle veut construire un mosquée? Est-ce qu'elle veut construire un mosquée? هل هي تريد أن تبني مسجدا؟ Est-ce qu'elle veut visiter un mosquée? Est-ce qu'elle désire visiter un mosquée? هل هي تريد أن تزور مسجدا؟ Ou bien elle veut prier dans un mosquée؟ أو أنها تريد أن تصلي في مسجد؟ Est-ce qu'elle veut faire la prière dans un mosquée؟ أم أنها تريد أن تقوم بصلاة في المسجد؟ المقصود أنها تصلي. ماذا يمكن أن نقترح كتمني لهذه المرأة؟ Qu'est-ce qu'on peut proposer comme souhait pour cette femme؟ يمكن أن نقول مثلا J'espère prier à la mosquée de la Koutoubia. J'espère prier à la mosquée de la Koutoubia. أنا أريد أصلي في مسجد الكتوبية. Ou bien je voudrais prier à la mosquée de la Koutoubia. أو أنا أريد أصلي في مسجد الكتوبية. طبعا جيسبر أنا أمل. جيسبر سي لو فيرب إسبيري. ومنها الإسبوار. ومنها الإسبوار يعني الأمل. ممكن أننا نقول جو سويت أنا أتمنى. ومنها كلمة لو سوي يعني التمني. جو سويت بخيي أ لا موسكي دو لا كتوبية. أنا أتمنى أصلي في المسجد الكتوبية. أو ممكن أن تقول جيسبر فيزيتي لا موسكي دو لا كتوبية. جيسبر فيزيتي لا موسكي دو لا كتوبية. أنا آمل زيارة مسجد الكتوبية. طبعا ممكن أننا نستعمل أفعال أخرى، مثلا لو فيرب فولوار، مثلا لو فيرب سويتي. إذن أقول مثلا Je voudrais faire la prière à la mosquée de la Koutoubia. À la mosquée de la Koutoubia. أنا أريد أن أقوم بالصلاة في مسجد الكتوبية. طبعا la mosquée Koutoubia est la plus importante de Marrakech. إذن مسجد الكتوبية هو الأهم في مدينة مراكش. المقصود به هنا la mosquée Koutoubia est la plus importante mosquée. إذن هو أهم مسجد de Marrakech بمدينة مراكش. A été l'une كما نقول هنا هي كانت واحدة. طبعا نتكلم عن la mosquée كلمة مؤنثة. المسجد كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذن كما نقول هنا بأنه كان واحدا. A été l'une
وهو كان واحدا، المقصود هو كان واحدا من المساجد. دي بلي غوند من الكبار، من الكبار. المقصود دي بلي غوند موسكي، يعني من المساجد الكبرى. هو كان واحدا من المساجد الكبرى دي موند اسلاميك، للعالم الاسلامي. اذا نتكلم عن مساجد كبرى في العالم الاسلامي، هذا كان واحدا منها. الفا دو سا كونستركسيون، في نهايه بنائه، عندما بني مسجد الكتبيه، حينها كان واحدا من كبار المساجد في العالم. الفا دو سا كونستركسيون en 1158. À la fin de sa construction en 1158. إذن في نهاية بنائه في 1158. المقصود في سنة 1158. Nous passons à la deuxième image. Que dit-il pour exprimer un souhait? Si nous prenons la deuxième image, إذا أخذنا الصورة الثانية, que dit-il? ماذا يقول هو? Que dit cet enfant? ماذا يقول هذا الطفل? Pour exprimer un souhait. لكي يعبر عن تمني. إذن هو يتمنى يمشي للشاطئ ويعمل أشياء. إذن هو يتمنى أن يذهب إلى الشاطئ ويقوم بأشياء. إذن ماذا يتمنى؟ Que dit-il pour exprimer un souhait? Que dit cet enfant pour exprimer un souhait? إذن ماذا يقول هذا الطفل لكي يعبر عن تمني؟ ممكن أنه يقول il peut dire J'espère aller à la plage et jouer avec le sable. J'espère aller à la plage et jouer avec le sable. أنا آمل الذهاب إلى الشاطئ واللعب بالرمال. J'espère aller à la plage et jouer avec le sable. أو ممكن أنه يقول J'espère faire des animaux et des palais avec le sable de la plage. J'espère faire des animaux et des palais. Je voudrais faire des animaux. J'espère faire des animaux et des palais avec le sable de la plage. أنا أتمنى أنا آمل إنشاء حيوانات وقصور برمال الشاطئ. برمال الشاطئ. J'espère faire des animaux et des palais avec le sable de la plage. يمكن استعمال le verbe vouloir فعل أرادة. Je voudrais faire des animaux. Et des palais avec le sable de la plage. Et donc, je voudrais faire des animaux et des palais. أنا أريد أن أفعل. أنا أريد القيام بحيوانات. المقصود إنشاء حيوانات. Et des palais وقصور avec le sable de la plage. Avec le sable de la plage. برمال الشاطئ. أيضا ممكن أننا نستعمل le verbe souhaiter. ممكن أننا نستعمل كما قلنا le verbe souhaiter. فنقول Je souhaite faire des animaux et des palais avec le sable de la plage. Je souhaite faire des animaux et des palais avec le sable de la plage. أنا أتمنى القيام بحيوانات وقصور برمال الشاطئ. Et pour la troisième image, que dit-elle pour exprimer un souhait? وبالنسبة للصورة الثالثة ماذا تقول هي لتعبر عن تمني؟ طبعا في السؤال في أول الأمر رأينا que dit-il Que disent-ils? ماذا يقولونهم؟ طبعا نتكلم عن كل هاد الشخصيات. طبعا في السؤال نقول Que disent-ils? لأننا في الجمع نقول Ils disent. في الجمع نقول Ils disent. في السؤال نقلب الفعل مع الفاعل. إذا نقول Que disent-ils? Que disent-ils? ماذا يقولونهم؟ مع المفرد نقول Que dit-il? طبعا le verbe dire. في البريزون ماذا نقول؟ نقول Je dis. Tu dis. Il dit, nous disons, vous dites, ils disent, ils disent. إذن طبعا إذا أردت أن أسأل ماذا أقول أنا؟ إذن ماذا أقول؟ Que dis-je? Que dis-je? ماذا أقول أنا؟ أو أقول Que dis-tu? Que dis-tu? ماذا تقول أنت أو أنت؟ وفي الغائب المفرد نقول Que dit-il? Que dit-il? Ou bien Que dit-elle? Que dit-il? ماذا يقول هو؟ Que dit-elle? ماذا تقول هي؟ لأننا نقول elle dit هي تقول il dit هو يقول. في السؤال نقلب الفاعل مع الفعل. في حالة il dit الفاعل هو il. في حالة il dit الفاعل هو il. إذا نقول
كوديتيل كوديتيل نقول كوديتيل ماذا يقول هو. وفي حالة نوديزون نحن نقول. إذن كوديزونو ماذا نقول نحن كوديزونو؟ ثم فوديت أنتم تقولون. نقول مثلا فوديت كو جو سوي كوليرو. فوديت أنتم تقولون كو جو سوي كوليرو لأنني غضوب، يعني أنني سريع الغضب. إذا نقول كوليرو، أو في حالة مؤنث نقول كوليروز، يعني أن غضوبة سريعة الغضب. وممكن أننا نقول كوليريك، ممكن أننا نقول كوليريك، يعني أن غضوبة أو غضوب. فوديت كو جو سوي كوليرو. فوديت كو جو سوي كوليرو. أنتم تقولون بأنني غضوب. فوديت أنتم تقولون. في السؤال نقول كو ديت فو. ماذا تقولون؟ كو ديت فو. ماذا تقولون؟ ثم إلديز. إلديز هم يقولون كو ديزتيل. كو ديزتيل. ماذا يقولون؟ إذا في المفرد نقول كو ديتيل. ماذا يقول هو؟ كو ديتيل. ماذا تقول هي؟ في الجمع الغائب نقول كو ديزتيل. ماذا يقولون هم؟ أو بيان كو ديزتيل. أو بيان كو ديزتيل. ماذا يقولن هن؟ هن ماذا يقولن؟ عموما في الجمع نقول كو ديزتيل، في المفرد نقول كو ديتيل. نعود للصورة الثالثة. نو ريبرونون لا تخوازيام ايماج. كو ديتيل ماذا تقول هي؟ بور اكسبريمي ان سوي. كو ديتيل بور اكسبريمي ان سوي. إذا ماذا تقول هي لكي تعبر عن تمني؟ ممكن أنها تقول جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران اي كري ان بونوم دو نيج. جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران اي كري ان بونوم دو نيج. جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران. أنا آمل زيارة مدينة إفران اي كري ان بونوم دو نيج. ثم إنشاء. هنا عندنا وخلق، المقصود إنشاء ان بونوم دو نيج رجلا من الثلج. ثم إنشاء رجل من الثلج. جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران. جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران. كريي سي لو فيرب كريي. لو فيرب كريي تعني صنع، تعني خلق. نتكلم على لي كرياتور يعني المخلوقات. لي كرياتور اذا المخلوقات. اذا جيسبير فيزيتي لا فيل دي فران. انا امل زياره مدينه افران. كريي ان بونوم دو نيج وصناعة رجل من الثلج. طبعا كما رأينا ممكن أننا نستعمل لو فيرب فولوار، لو فيرب سويتي إلى غير ذلك. أقول مثلا جو سويت فيزيتي لا فيل دي فران إكخي أن بونوم دو نيج إلى غير ذلك. نو باسو على ديغنيغ إيماج. كو ديتيل بو إكسبريمي أن سوي. كو ديتيل بو إكسبريمي أن سوي. كوم لو فويو أون أ دو زوم كي بارل. عندنا رجلان يتكلمان. لان دي دوزون بارل دي بيلغيناج، بارل دي حج. اذا واحد من الرجلان يتكلم عن الحج. طبعا الحج نسمي حج كما في اللغه العربيه، او نقول لو بيلغيناج. لو بيلغيناج طبعا لو بيلغيناج عامه يعني زياره مكان. طبعا لو بيلغيناج المقصود به الحج الى مكان ما. لو بيلغيناج المقصود به الحج الى مكان ما. طبعا كلمه بيلغيناج تعني voyage à Eliosin dans un esprit de dévotion. Idem, voyage à Eliosin. Voyage à Eliosin. Idem, هو السفر إلى مكان مقدس dans un esprit بروح de dévotion. بروح العبادة أو الصلاة. بروح العبادة أو الصلاة أو الإخلاص. يعني أن الإنسان يزور مكانا وهو يعتقد فيه بإخلاص. وهو يعتقد فيه مثلا الصلاة أو الدعاء إلى غير ذلك. إذا نتكلم مثلا عن ألي أون بيلغيناج أ جيروزالم، يعني أنك تذهب في الحج إلى القدس. ألي أون بيلغيناج أ جيروزالم. إذا نتكلم عن ذهاب في الحج إلى القدس. نتكلم مثلا عن المسيحيين الذين يحجون إلى كنائس هناك. إذا نتكلم عن لو بيلغيناج. لو بيلغيناج المقصود به أيضا فواياج في بور روندر هوماج أ أليو ان غون نوم. اذا نتكلم عن سفر من اجل تكريم مكان او تكريم رجل كبير او تكريم رجل عظيم مثلا. طبعا عند اشخاص او عند مجموعات او طوائف مثلا دينيه. هنا التكريم او الحج
لا يهم إن كان على حق أم لا، المهم أن هناك أشخاص يحجون للمكان أو يحجون من أجل تكريم رجل، إذن هذا السفر يسمى حج أيضا. لهذا تستعمل كلمة حج في أحيان كثيرة بدل كلمة pèlerinage. Comme nous le voyons sur la quatrième image, on a deux hommes qui parlent à propos du Hajj. On a deux hommes qui parlent à propos du Hajj. Et donc, عندنا رجلان يتكلمان حول الحج. C'est très probable que l'homme en djellaba veut aller au Hajj. C'est très probable que l'homme en djellaba veut aller faire le Hajj. طبعا كلمة djellaba في التعريف ديالها في اللغة الفرنسية longue robe à manches longues et à capuchon et à capuchon la djellaba longue robe. إذا نتكلم عن فستان طويل à manches longues يعني ذو أكمام طويلة et à capuchon et à capuchon وهذا اللباس يتضمن غطاء الرأس يسمى capuchon porté par les hommes et les femmes يعني أنه يحمل من طرف الرجال ومن طرف النساء. longue robe كما لو نقول فستان طويل المقصود لباس طويل long robe à manches longues. إذا نتكلم عن لباس طويل بأكمام طويلة et à capuchon ودو غطاء للرأس يسمى capuchon. نقول بالمغربية القب. إذا نتكلم عن جلابة عندها قب porté par les hommes et les femmes محمول من طرف الرجال والنساء المقصود أشخاص يلبسونه رجالا ونساء. en Afrique du Nord en Afrique du Nord في شمال إفريقيا بما فيها المغرب. C'est très probable que l'homme avec la djellaba veut aller au pèlerinage. veut aller au حج. إذن هو جد محتمل بأن الرجل بالجلابة يريد الذهاب إلى الحج. alors que dit-il pour exprimer son souhait. alors que dit-il pour exprimer son souhait. إذن ماذا يمكن أن يقول لكي يعبر عن أمنيته؟ que dit-il pour exprimer son souhait. هذا الرجل ممكن أنه يقول cette année je veux aller au حج. cette année je veux aller au حج. هذه السنة أنا أريد أذهب إلى الحج. أو يقول cette année je voudrais aller au حج. يعني كما لو أنه يتمنى cette année أنا أريد كما لو يقول أنه يتمنى بهذه الإرادة aller au حج. je voudrais aller au حج. أو يقول مثلا cette année je veux faire le حج. cette année je veux faire le حج. cette année je veux faire le حج. هذه السنة أنا أريد أقوم بالحج. cette année je veux faire le حج. فقط كإشارة بسيطة هنا عندما أقول je veux هذا le verbe vouloir au présent. عندما أقول je veux في هذه الحالة المقصود به أنا أريد يعني في شيء من القوة. أنا أريد أن يحدث هذا الأمر. Je veux, tu veux, il veut. Je veux voir mes photos. Je veux voir mes photos. أنا أريد أرى صوري. Je veux voir mes photos. إذن فيها شيء من القوة. ولكن عندما نقول je voudrais هذا le conditionnel présent. Le conditionnel présent من بين الخصائص الخاصة به من بين الوظائف الخاصة به أنه يلطف الكلام. عندما أقول je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part يعني أنا أريد ولكن إن أمكن. je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. أنا أتمنى أو أريد إن أمكن. je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. أنا أريد شخصا ما ينتظرني في مكان ما. أود شخصا ما ينتظرني ماتوند ينتظرني. طبعا نتكلم على لوفير اتوندر كيلكو بار في مكان ما. كو كيلكا ماتوند بأن شخصا ما ينتظرني كيلكو بار في مكان ما. إذا نتكلم هنا على لوفير فولوار او كونديسيونيل بريزون. إذا هو مصرف في هذا الزمن الذي يعطي للفعل المصرف فيه هذا المعنى. لا كونجيغيزون دو فير فولوار au conditionnel présent je voudrais tu voudrais il voudrait nous voudrions vous voudriez il voudrait يعني ان الفعل تتصرف لو كونديسيونيل بريزون وتيكون عنده هذا المعنى. انا اريد كما لو انني اتمنى.
أنت تريد أو أنت تريدين كما لو أنك تتمنى أو تتمنين. Il voudrait هو يريد كما لو أنه يتمنى. أما إذا قلنا Il veut المقصود به هو يريد، المقصود أنه عازم على شيء. Nous revenons à la quatrième image. نعود إلى الصورة الرابعة. Que dit-il pour exprimer son souhait? Que dit-il pour exprimer son souhait? إذن ماذا يقول هو لكي يعبر عن أمنيته؟ ماذا يقول لكي يعبر عن أمنيته؟ إذن ممكن أنه يقول كما رأينا cette année je voudrais faire le hajj. Cette année je voudrais faire le hajj. هذه السنة أنا أريد إن أمكن القيام بالحج. أو يقول j'espère faire le hajj bientôt. J'espère faire le hajj bientôt. أنا آمل القيام بالحج قريبا. J'espère faire le hajj bientôt. أو يقول je voudrais faire le hajj bientôt. Je voudrais faire le hajj bientôt. أنا أريد القيام بالحج قريبا. أو يقول je souhaite faire le hajj bientôt. Je souhaite faire le hajj bientôt. أنا أتمنى القيام بالحج قريبا. Nous prenons le deuxième paragraphe. Ses enfants souhaitent avoir des jouets. Que disent-ils? Ses enfants souhaitent avoir des jouets. Que disent-ils? Nous prenons le deuxième paragraphe. Ses enfants souhaitent avoir des jouets. Que disent-ils? هؤلاء الأطفال يتمنون امتلاك لعب. Que disent-ils? ماذا يقولون? Ses enfants souhaitent avoir des jouets. Que disent-ils? هؤلاء الأطفال يتمنون امتلاك avoir امتلاك avoir امتلاك des jouets يعني لعب. Que disent-ils? ماذا يقولون؟ طبعا نتكلم عن les jouets يعني اللعب، ولا نتكلم عن le verbe jouer يعني لعبة. À gauche de la photo ou bien sur la gauche de la photo. إذن على يسار الصورة un enfant veut acheter un dinosaure. Un enfant veut acheter un dinosaure. Que va-t-il dire à son père? Que va-t-il dire à son père? طفل يريد شراء ديناصور. ماذا يقول لأبي؟ Un enfant désire acheter un dinosaure. Que va-t-il dire à son père? Que va-t-il dire à son père? طفل يرغب في شراء ديناصور. ماذا يقول لأبي؟ Un enfant désire acheter un dinosaure. Que va-t-il dire à son père? Un enfant souhaite acheter un dinosaure. Que va-t-il dire à son père? Un enfant souhaite acheter un dinosaure. Que va-t-il dire à son père? طفل يتمنى شراء ديناصور. ماذا سيقول لأبي؟ يمكن أن يقول مثلاً: Papa, je veux acheter ce dinosaure. Papa, je veux acheter ce dinosaure. بابا أو أبي، أنا أريد شراء هذا الديناصور. Papa, je veux acheter ce dinosaure. Papa, je veux acheter ce dinosaure. أبي، أنا أريد شراء هذا الديناصور. Papa, achète-moi ce dinosaure. أبي، اشتري لي هذا الديناصور. Papa, achète-moi ce dinosaure. Papa, achète-moi ce dinosaure. أبي، اشتري لي هذا الديناصور. أو يقول مثلا: Papa, peux-tu m'acheter ce dinosaure? C'est magnifique. Papa, peux-tu m'acheter ce dinosaure? C'est magnifique. أبي، هل يمكنك شراء لي هذا الديناصور؟ إنه رائع. C'est magnifique. إنه رائع. Papa, peux-tu m'acheter ce dinosaure? C'est magnifique. À la droite de l'image, ou bien sur la droite de l'image. إذن على يمين الصورة. À la droite de l'image, ou bien sur la droite de l'image, on a une fille qui veut acheter une poupée. Et un enfant qui veut acheter une petite voiture. Alors, que disent-ils à leur maman? Que disent-ils à leur maman? Sur la droite de l'image, à la yamin sora, on a une fille qui veut acheter une poupée. Et un enfant qui veut acheter une petite voiture. Que disent-ils à leur maman? Albint, turid shira dumia, wa tifl yurid shira siyara saghira. Que disent-ils à leur maman? ماذا يقولان لأمهما؟ يمكن أن يقول الطفل مثلا: Maman, regarde cette voiture, c'est super, achète-la pour moi, s'il te plaît. Maman, regarde cette voiture, c'est super, achète-la pour moi, s'il te plaît. إذن أمي, regarde cette voiture, انظري هذه السيارة, c'est super, إنها رائعة, achète-la, اشتريها, achète-la, اشتريها. Pour moi, لأجلي. S'il te plaît, من فضلك. S'il te plaît, من فضلك. Maman, regarde cette voiture. C'est super. Achète-la pour moi, s'il te plaît. أمي, انظري هذه السيارة.
سي سوبر، إنها رائعة. أشيت لا، أشيت لا، اشتريها. أشيت له، اشتريه. أشيت لا، اشتريها. بوغ موا، لأجلي. سيل توبلي، من فضلك. اشتريها لي، من فضلك. أشيت لا، بوغ موا، سيل توبلي. اشتريها لي، من فضلك. ماما، رغارد سيت فواتور، سي سوبر. أشيت لا بوغ موا، سيل توبلي. البنت يمكن أن تقول مثلا: ماما، لا بوبي كو جو تي دي، الدمية التي قلت لك عنها. ماما، أمي، لا بوبي كو جو تي دي، الدمية التي قلت لك عنها. سي سي بيل، إنها جميلة جدا. جو فو كو تي مو لاشيت، جو فو كو تي مو لاشيت، أنا أريد أن تشتريها لي. سي سي بيل، سي سي بيل، إنها جميلة. جو فو كو تي مو لاشيت، أنا أريد أن تشتريها لي. Je veux que tu achètes la poupée pour moi. Je veux que tu me l'achètes. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.